السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. بعد توقف دام 6 سنوات، مصر تستقبل أول طائرتين قادمتين مباشرة من روسيا إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة. مصر تتسلم الدفعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكورونا. منتصف النهار هنا في القاهرة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل فترة إخبارية شاملة تأتيكم من قناة النيل الأخبار من القاهرة. من القاهرة نبدأ أيضا، حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تهانيه للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وقال الرئيس في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. تلك المناسبة الجليلة التي جسدت أسمى معاني الجهاد في حب الوطن والصبر على البلاء ومشقة الحياة. وإنني أدعو المولى عز وجل في ذكرى هذا اليوم المبارك أن يحفظ مصر وشعبها، وأن تنعم الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بمزيد من الخير والأمن والاستقرار. كل عام أنتم بخير. كما تقدمت السيدة انتصار السيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد. وأشارت في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك إلى أن هذه المناسبة تتجلى فيها أنبل المعاني في صدق النية والعزم والتضحية والفداء للوطن، داعية الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام عام خير وبركة وأمن وسلام على مصر وشعبها وسائر بلاد العالم. استقبل مطار الغردقة الدولي اليوم أولى الرحلات الجوية لشركة مصر للطيران القادمة من العاصمة الروسية موسكو، وعلى متنها 300 سائح روسي، إذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، وذلك في إطار استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية. بعد نحو 6 سنوات من التوقف، تهبط على أرض مطاري شرم الشيخ والغردقة أولى الرحلات القادمة مباشرة من العاصمة الروسية موسكو، وتمثل عودة السياحة الروسية دفعة كبيرة لجهود تنشيط حركة السياحة في مصر بشكل عام، وبداية لانطلاق القطاع السياحي الذي تضرر بفعل جائحة كورونا. وكانت السفارة الروسية بالقاهرة قد أعلنت أن التصريح بعودة الرحلات الروسية يشمل 5 رحلات أسبوعية مباشرة من موسكو إلى مدينة شرم الشيخ، و5 رحلات أسبوعية مباشرة من موسكو إلى الغردقة. من جانبها أعلنت أجهزة الدولة والفنادق جاهزيتها لاستقبال الأفواج الروسية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، ومنها تطعيم كل العاملين في القطاع السياحي في الغردقة ضد فيروس كورونا. كما أجرت وزارة السياحة عمليات تفتيش على جميع الفنادق للتأكد من اتباعها للإرشادات الصحية وسلامة الإجراءات الاحترازية وجميع العاملين بها. وتوقف الطيران المباشر بين مصر وروسيا في خريف عام 2015 عقب عمل إرهابي تسبب بسقوط طائرة ركاب روسية كانت تقلع من مدينة شرم الشيخ، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها. واستؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة عام 2018، لكن قرار توقف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية ظل ساريا حتى استكمال مجموعة من الاشتراطات الأمنية التي طلبتها موسكو. وفي 8 يوليو الماضي وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بإلغاء حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية. وقبل حادث سقوط الطائرة الروسية كانت مصر تستقبل ملايين السياح الروس سنويا، وقدرت أعدادهم عام 2015 بنحو 2,300,000 سائح روسي.
شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسة للمشروع التكتيكي بجنود 2021 الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية، ويأتي هذا في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال، فضلا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية وكذلك الإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة، كذلك القدرة على استحداث أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها. وصلت إلى مطار القاهرة الدولي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الدفعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون، حيث أكدت وزيرة الصحة والسكان دكتور هالة زايد أنه تم استلام 261,600 جرعة من اللقاح بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وسيتم توزيع الشحنة على المراكز المتخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بلقاحات فيروس كورونا، وعددها 126 مركزا تم توزيعهم على محافظات الجمهورية. يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 9 حالات وفيات و65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد، وقالت إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا وصل حتى الآن إلى 284,706 حالات، من بينهم 233,227 حالة تم شفاؤها و16,575 حالة وفاة. في المملكة العربية السعودية يبدأ اليوم تلقي طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيا بطاقة استيعابية تصل إلى 60,000 معتمر. يأتي قرار السلطات السعودية بعد حوالي عام ونصف العام من تعليق أداء الحج والعمرة على خلفية تفشي وباء كورونا، قبل أن تسمح باستئنافهما وفق شروط محددة ولعدد محدود فقط من سكانها. وقد طالبت المملكة المعتمرين القادمين من الخارج بإرفاق شهادة التحصين المصدق عليها، مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة وهي فايزر وأسترازينيكا وموديرنا وجونسون أند جونسون. أعلنت السلطات الليبية تسجيل 30 حالة وفاة و 3,019 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مضت، وذلك على الرغم من فرض حظر التجوالي في المنطقة الغربية في ليبيا. العاصمة الليبية طرابلس، تلك ميادينها وشوارعها الرئيسية باتت مهجورة بعد تفعيل قرار حظر التجوال في المنطقة الغربية على مدار 3 أيام متتالية. ورغم تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، فرضت السلطات حظر تجوال على مدار 24 ساعة لمدة 3 أيام، وبموجب الإجراءات أغلقت جميع الأنشطة التجارية بما فيها المقاهي والنوادي والمتنزهات والحدائق. لتنفيذ القرار حظر رقم 223 صادر يوم 5/8 لسنة 2021 بشأن الحظر الكلي، اليوم قائمين بالحظر برفقة الجهات الأمنية لإنفاذ القانون والعمليات الأمنية ومديرية أمن تجورة. وعدت الحكومة فرض حزمة من القيود والإجراءات الصارمة الاحترازية لمواجهة ازدياد الإصابات، بينها وقف الدراسة مؤقتا وحظر استخدام وسائل النقل العام، كما تشمل تدابير خفض نسبة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إلى 25%، ويستثنى من الحظر قطاع الصحة والأنشطة الأمنية. كورونا معنا أثرت على ليبيا بشكل كبير،
خصوصا احنا دولة يعني مش معدة يعني لمجابهة هذا النوع من الفيروس مثل الدول متقدمة، أثرت علينا بشكل كبير خصوصا على المواطن، أثرت عليه خصوصا الحظر اللي تفرض فيه الحكومة. وارتفع العدد الإجمالي لضحايا فيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء إلى 267,846 حالة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 3,700 حالة. ومنذ نهاية الشهر الماضي فرضت الحكومة الليبية حظر تجوال جزئيا في مدن غرب ووسط البلاد للحد من انتشار إصابات كورونا، ويأتي ذلك في إطار جهود احتواء تفشي الفيروس، ومنها تطعيم 700,000 شخص باللقاح من بين السكان البالغ عددهم 7 ملايين نسمة. وفيما يتعلق بانتشار الفيروس في أوروبا، بدأ اعتبارا من اليوم في فرنسا العمل بالتصريح الصحي الذي سيصبح جزءا من الحياة اليومية للسكان، على الرغم من اعتراض الشارع على ذلك بعدما صادق عليه المجلس الدستوري للحد من انتشار فيروس كورونا. سيتعين على الفرنسيين أن يبرزوا هذه الوثيقة في كل مكان، وأعلنت الحكومة أنه سيكون هناك أسبوع من التساهل والاستعداد ليتاح لأصحاب المؤسسات الاعتياد على الوثيقة الجديدة. ويثبت التصريح الصحي الذي أصبح مطلوبا في بلدان أوروبية عدة أن عملية التطعيم استكملت، وأن حامله أصيب بالفيروس وشفي منه أو خضع لفحص قبل أقل من 72 ساعة أثبتت عدم إصابته بالمرض. دعا كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي إلى البدء في التلقيح الجماعي في الولايات المتحدة الأمريكية لوقف تحور فيروس كورونا. يعمل اللقاح بشكل جيد في مواجهة سلالة دلتا، خاصة في الحماية من الأعراض الشديدة للمرض، ولكن إذا سمحنا للفيروس بالاستمرار في التحور فستكون هناك نقاط ضعف تقودنا إلى متحور جديد ووضع سيء سيؤثر ليس فقط على غير المطعمين، ولكن سيطال أيضا من حصلوا على اللقاح، لأن المتغير الجديد يمكن أن ينجح في مقاومة اللقاح. لهذا يجب أن يفكر من لم يحصلوا عليه ليس فقط في صحتهم وصحة عوائلهم، ولكن أيضا في مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه النجاح في القضاء على هذا الفيروس قبل أن يستفحل بصورة أكثر سوءا. وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي واجهها في إدارة أزمة فيروس كورونا ببلاده، حرص الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو على الظهور بين جمع من مؤيديه خلال مشاركته تجمعا لقيادة الدراجات النارية دون مراعاة الضوابط الاحترازية للوقاية من كورونا، حيث لم يرتدي بولسونارو ومؤيدوه الكمامات ولم يحرصوا على مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي اللازمة في بلد بلغ معدل الإصابة اليومي فيه بفيروس كورونا أكثر من 40,000 إصابة. ويواجه بولسونارو تحقيقات بأمر من المحكمة العليا في شبهة استغلال السلطة لانتقاد نظام الاقتراع الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل. دمرت مياه الفيضانات 800 منزل وألحقت الخسائر بأكثر من 4,000 آخرين في 8 ولايات سودانية، ولا تزال البلاد معرضة للمزيد من الأضرار مع هطول الأمطار بغزارة وموسم فيضان نهر النيل. مشهد اعتاد عليه السودانيون في مثل هذه الفترة من كل عام، أمطار غزيرة تعقبها فيضانات شديدة، والنتيجة تضرر آلاف الأشخاص والمنازل. حصيلة الأمطار الغزيرة هذه المرة وقعت يوم السبت الماضي، حين تعرضت البلاد لكميات كبيرة من الأمطار لم تتناسب مع أنظمة التصريف القائمة، فتحولت الشوارع إلى أنهار شقت خلالها السيارات طريقها بشق الأنفس. الإحصاءات المبدئية للفيضانات أشارت إلى تضرر 12 ألف شخص وتدمير أكثر من 800 منزل، بينما تعرض أكثر من 4,400 منزل آخر لخسائر متفاوتة. وامتدت مياه الأمطار الغزيرة إلى 8 ولايات من بين 18 ولاية يتألف منها السودان. كانت الأمطار الغزيرة التي انهمرت على السودان العام الماضي قد دفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، بعدما تأثر 650 ألف شخص على الأقل بالفيضانات، فيما تضرر أو دمر أكثر من 110 ألف منزل.
وعادة ما تهطل الأمطار الغزيرة على السودان في الفترة الممتدة من شهر يونيو إلى أكتوبر، كما يفيض نهر النيل بفروعه المختلفة في هذه الفترة، مما يتسبب في دمار كبير بالبنى التحتية والمحاصيل والمنشآت العامة. ونتحول لمتابعة تطورات الأوضاع في تونس، حيث أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في تونس، أعرب عن ثقته الكاملة في قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الاستثنائية، داعيا إلى تغيير النظام السياسي القائم في البلاد. وقال الأمين العام المساعد في الاتحاد حفيظ حفيظ إن تغيير النظام السياسي أمر ضروري، داعيا إلى الكشف عن خارطة طريق واضحة والإسراع في تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن مواقف الاتحاد والرئيس قيس سعيد تقاطعت من أجل مصلحة تونس. يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة علنية تتناول الأمن البحري، وذلك على أثر تعرض ناقلة للنفط تشغلها شركة يمتلكها رجل أعمال إسرائيلي لهجوم في بحر عمان، مما أسفر عن مقتل شخصين، وذلك في 29 من يوليو الماضي. وسبق أن وجهت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل أصابع الاتهام إلى إيران التي نفت ضلوعها في الهجوم، ووعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برد مشترك على طهران، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أن حكومته تدرس الأمر. من جهتها نبهت إيران إلى أنها سترد على ما وصفته بأية مغامرة غير محسوبة. كثفت حركة طالبان هجومها للسيطرة على عدة مدن شمال أفغانستان، ورفضت الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار. يأتي ذلك بعد ساعات من شن مقاتلات أمريكية وأخرى تابعة للجيش الأفغاني غارات مشتركة على مواقع تابعة للحركة. في هجوم كبير يبدو الجيش عاجزا عن إيقافه، بات الطالبان تسيطر على 5 من عواصم الولايات الأفغانية البالغ عددها 34 ولاية. وفي أعقاب حصار دام لبضع أسابيع، استولى المتمردون بعد قتال عنيف على قندز، ثم سيطروا على ساريبول وطلقان، عاصمتي المقاطعتين الواقعتين في جنوب قندز وشرقها. وتشكل السيطرة على قندز أكبر نجاح عسكري لطالبان منذ بدء الهجوم الذي شنته في مايو مع بدء انسحاب القوات الدولية، حيث تعد المدينة مفترق طرق استراتيجي في شمال أفغانستان بين كابول وطاجكستان. وفي نهاية يونيو استولى الطالبان على معبر شرخان بندر الحدودي في جنوب طاجكستان، وهو محور رئيسي للعلاقات الاقتصادية مع آسيا الوسطى. وتتعرض قندهار جنوب البلاد وهرات في الغرب ثاني وثالث مدن البلاد لهجمات المتمردين منذ أيام عدة، على غرار ما يحدث في لشكركاه عاصمة إقليم هلمند أحد معاقل المتمردين، وفاجأت سرعة تقدم طالبان المراقبين وكذلك قوات الأمن الأفغانية على الرغم من المساعدة التي تلقتها من القوات الجوية الأمريكية. عجز السلطات في كابول عن السيطرة على شمال البلاد قد يكون أمرا حاسما لفرص الحكومة في البقاء، ولطالما اعتبر شمال أفغانستان معقلا للمعارضة في وجه طالبان، فهناك واجه مسلح الحركة أقوى مقاومة عندما وصلوا إلى السلطة في التسعينات. عودة إلى شأن العربي، حيث سار أقارب ضحايا انفجار ميناء بيروت ومتضامنون معهم في موكب جنائزي رمزي انطلاقا من الميناء، طاف الأحياء المحيطة به وعليه صور ضحايا الحادث الأليم. عام مضى على انفجار ميناء بيروت في أسوأ كارثة تشهدها العاصمة اللبنانية عبر التاريخ، وما زالت الحصر على ضحايا الانفجار الذي أودى بحياة 214 شخصا راسخة في القلوب. وفي رسالة تعبيرية مفادها أن الماضي لم يفرض النسيان على النفوس تنتظر القصاص، أطلق أقارب الضحايا والمتضامنون معهم موكبا جنائزيا رمزيا من ميناء بيروت طاف الأحياء المحيطة به وعليه صور ضحايا الحادث الأليم. احنا بنحمل المسؤولية، كل المسؤولية لقائد القوات المسلحة اللي هو شو رئيس الجمهورية بما فيهم قادة الأمنيين اللي على المرفأ
الكل. نعوش رمزية حملت على الأكتاف مغطاة بالزروع والورود تقدمت الموكب الجنائزي الرمزي، ومن خلفها زوجات وأخوات وأمهات وأباء ضحايا الحادث الأليم الذين حملوا في مثل هذا الشهر من العام الماضي أكفان ذويهم بالفعل دون أن يعلموا ما ذنب ضحاياهم في كارثة زادت وطأة لبنان السياسية والاقتصادية في بلد أصبح فيه الانقسام سيد الموقف. ما زالت التحقيقات في انفجار ميناء بيروت الذي وقع في 4 أغسطس عام 2020 أسيرة مكتب قاضي التحقيق الذي ينتظر بدوره إدلاء المسؤولين اللبنانيين الكبار بأقوالهم لتحديد من المتورط الحقيقي في تخزين ترسانة من مادة نترات الأمونيوم شديدة التفجير بميناء بيروت طوال 6 سنوات كاملة. قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن المفاوضات مع المعارضة ستستأنف قريبا، مشيرا إلى أنه لا توجد اتصالات حاليا مع الإدارة الأمريكية. خلال هذا العام سنعود لمائدة الحوار مع أحزاب المعارضة الرئيسية. تم عرض مسودة الحوار وبها 7 نقاط يجري العمل عليها ومناقشتها، وفي الأيام القليلة المقبلة سنعلن عن موعد ومقر اللقاء مع المعارضة. وفيما يتعلق بالبيت الأبيض لا توجد اتصالات من أي نوع، وخلال فترة حكم ترامب كانت هناك الكثير من الاتصالات مع البيت الأبيض وكذلك مع الخارجية، ولكن اليوم لا توجد أي اتصالات مع الإدارة الأمريكية. عودة إلى الشأن المصري، حيث نظمت مجلة حواء ندوة حول أهمية مبادرة حياة كريمة، وقال المشاركون إن المبادرة الرئاسية غيرت شكل الحياة بالقرى وساهمت في تحسين مستوى معيشة أهالي الريف. حياتك كريمة في الجمهورية الجديدة، عنوان نقش فيه المشاركون في الصالون الشهري لمجلة حواء أهمية مبادرة حياة كريمة، والتي وصفها البعض بأنها مبادرة تاريخية لتطوير الريف المصري وتحقيق التنمية المستدامة به. احنا بنعيش العصر الذهبي للمواطن المصري وليس فقط المرأة المصرية، وبالتالي هذا العنوان منشق من مبادرة حياة كريمة، هذه المبادرة العملاقة اللي أطلقتها القيادة السياسية وسيادة الرئيس مشكورا لتحسين أوضاع كل أسر وأهالينا في المناطق الأكثر احتياجاً في القرى. كم مشروعات غير عادي يستهدف الارتقاء بالمواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي، العمل على القضاء على العشوائيات المنتشرة وتحجيمها، وصولاً للمراد من الخطط الموضوعة بمعرفة السيد الرئيس لتحقيق حياة كريمة للمواطنين. المشاركون أكدوا أن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة التنموية والتي من شأنها ضمان حياة كريمة لأهالي الريف. هي مبادرة حياة كريمة، المبادرة الرئاسية الرائعة، مكتسباتها بتنزل على المرأة والرجل سواسية. عشان بس أنا عايزة أرفع شعار المساواة اللي هي في الحقيقة مبادرة حياة كريمة بترفعه من خلال المساواة ما بين الريف والحضر. قادرين نقول إن في بناء ثقة كبيرة، في مصداقية لدى المواطن من قبل الحكومة والأجهزة التنفيذية، وده بيدينا ثقة لينا أكبر كأجهزة وسفراء ومشاركين في المبادرة في استكمال المسيرة التنموية والانتهاء في الوقت المحدد للمشروعات. يشار إلى أن الجهات المشاركة في المبادرة تعمل بشكل مستمر على إجراء تقييم لأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القرى لاستطلاع الرأي ومعرفة ردود أفعال المواطنين على الخدمات المقدمة لهم من خلال مبادرة حياة كريمة. حياة كريمة مبادرة وإن كانت لا تزال في مهدها، إلا أنها تركت أثرا كبيرا لأهالي الريف المصري، وساهمت في إحداث تنمية شاملة لتغير شكل الحياة الاجتماعية والاقتصادية وترسم الأمل لمستقبل أفضل لأهالي النجوع. أسماء حسن، النيل. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام، لا زال بين أيدينا المزيد من المتابعات الإخبارية. بعد قليل نتابع تقرير أممي يحذر من تجاوز الأرض نقطة اللاعودة في تغير المناخ.
كل التقدير والاعتزاز بفضل الله علينا كلنا، على بلدنا، فضل الله علينا كلنا. بصوا حوالينا كويس وانتوا تعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى اكرم واعز البلد ديت وحماها ونجاها من كل شر وسوء. فأبدأ بالشكر، أشكر الله سبحانه وتعالى، يا رب يقبل مني الشكر والحمد. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه الفترة الإخبارية الشاملة، نتابع من خلالها تطورات الأحداث. الآن نرحب بزميلة حنان عاطف التي تنضم إلينا الآن في هذه القراءة لأهم وآخر أخبار المال والاقتصاد. أهلا يا حنان. شكرا لك أحمد. إذا مشاهدينا، نظرة على مستجدات ساحة المال والأعمال وأهم ما فيها: توقيع عقد شراء 4 أوناش رصيف عملاق للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بتكلفة إجمالية 650 مليون جنيه. شهد وزير النقل كامل الوزير مراسم توقيع عقد شراء 4 أوناش رصيف عملاق للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بتكلفة إجمالية 650 مليون جنيه. وطلب الوزير الشركة الصينية بضغط جدول توريد المعدات وتدريب وتأهيل الأطقم المصرية التي ستعمل على تلك الأوناش. أعلنت وزارة الإسكان أن يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري هو آخر موعد لمنح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها. وأوضح وزير الإسكان عاصم الجزار أن التيسيرات تتضمن الإعفاء من سداد 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق التيسيرات في الحالات الساري تخصيصها والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير. استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة بمصر خلال تعاملات اليوم، ففي بنكي الأهلي ومصر استقر سعر الدولار ليسجل 15.63 جنيها للشراء و 15.73 جنيها للبيع. إذن مشاهدينا، لمزيد من الاقتراب من عودة السياحة المصرية الروسية ينضم إلي على الهواء مباشرة مراسل النيل محمد الخطيب. إذن محمد، بعد التحية والترحيب بك، صف لنا الأوضاع بعد عودة حركة السياحة بين مصر وموسكو. نعم، يعني بعد التحية بالفعل هناك استعدادات كبيرة تقام هنا في مطار شرم الشيخ الدولي، وذلك لاستقبال أول طائرة روسية قادمة من مطار موسكو، وذلك بعد استئناف حركة الطيران مرة أخرى بين القاهرة وبين مصر وبين روسيا. هناك استعدادات كبيرة يعني داخل المطار، يعني كما تشاهدين أمامي هذه استعدادات الآن تقام داخل مطار شرم الشيخ لاستقبال السائحين الذين سوف يكونوا في المطار بعد يعني حوالي 2.5 ساعة من الآن. أيضا هناك التزام كبير بالإجراءات الوقائية والإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار، خاصة في مهبط الطائرة وفي داخل مطار شرم الشيخ الدولي. عودة السياحة الروسية، يعتبر اليوم هو ميلاد جديد للسياحة المصرية الروسية بعد يعني 6 سنوات من الانقطاع منذ 2015.
طبعا هناك ترحيب كبير في جميع الأوساط يعني في القطاع السياحي، سواء كان من المستثمرين ورجال الأعمال، وخصوصا في محافظة يعني شمال سيناء، في محافظة عفوا جنوب سيناء التي تتمتع بالعديد من المدن الساحلية الممتازة. أيضا هناك استعدادات تقام خارج المطار، طبعا هناك استقبال بالورود، هناك احتفالات سوف تكون موجودة، هناك أيضا استقبال للسفير الروسي لدى القاهرة، هو متواجد في مطار شرم الشيخ وسوف يكون في من أوائل المستقبلين للفوج السياحي الروسي الذي سوف يعني تصل طائرته بعد ساعتين كما ذكرنا من الآن. هناك أيضا تواجد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وقيادات طبعا قيادات المطار وأيضا رئيس هيئة تنشيط السياحة، كل هؤلاء في استقبال أول طائرة روسية سوف تكون في مطار شرم الشيخ بعد 6 سنوات من الانقطاع. يعني هذا ما لدينا إلى الآن داخل المطار. هناك استعدادات كبيرة، هناك حفاوة الاستقبال طبعا لأول فوج سياحي سوف يصل بعد ساعتين، هناك التزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، هناك يعني العديد من وسائل الإعلام المصرية والعربية هنا ما زالت طبعا متواجدة لاستقبال يعني هذا الحدث الهام. أيضا هناك يعني فوج من الإعلاميين الروس قادمين من مطار موسكو لتغطية طبعا احتفالية عودة السياحة المصرية الروسية مرة أخرى. هذا ما لدينا إلى الآن يعني زميلتي من مطار شرم الشيخ الدولي، سوف نكون معكم يعني بعد قليل لنقل المشهد عن قرب، خاصة بعد يعني وصول الطائرة الروسية واستقبال طبعا السياح الروسيين التي الطائرة التي تحمل أكثر من 500 من السائحين الروس. إليك. بالطبع محمد الخطيب مراسل النيل، هذا الحدث بيفرض نفسه بالتأكيد على الساحة عودة السياحة بين مصر وموسكو. أنا بشكرك شكرا جزيلا مراسل النيل محمد الخطيب، كنت معي على الهواء مباشرة من شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا نقترب أكثر من يعني مدينة أخرى، هنروح لمدينة الغردقة، وينضم أيضا عبر الهاتف مراسل النيل محمد عبد الصبور. محمد، بعد الترحيب بك، اوصف لي الأجواء لديك مع بدء عودة الرحلات المباشرة بين موسكو والغردقة ابتداء من اليوم. تحياتي لمشاهدي قناة النيل الأخبار في كل مكان. أنا الآن متواجد في مطار الغردقة الدولي، في تمام 9 صباحا استقبل مطار الغردقة أولى الرحلات السياح الروس بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات، طبعا في عقاب سقوط الطائرة الروسية المدنية في عام 2015 في شبه جزيرة سيناء. فرحة كبيرة جدا في كافة أرجاء المحافظة، مرورا بالمواطنين ثم المسؤولين وعلى رأسهم المحافظ، مرورا أيضا بالمطار، شركات السياحة، الخبراء في السياحة، العاملين في المجال السياحي، كأنه يوم عيد بالضبط. يعني عودة الروس إلى الغردقة بمثابة عودة الروح إلى جسد السياحة المصرية. تعلمي أن السياحة الروسية تمثل ما يقرب من 60% من حجم السياحة الوافدة إلى مصر، فبالتالي هناك رواج، هناك انتعاش اقتصادي وانتعاش مادي كبير على مستوى منظومة السياحة في مصر، لا سيما السياحة الروسية. طبعا كان الاستقبال بالورود بالهدايا التذكارية فور أن خطت الطائرة الروسية أرض مطار الغردقة الدولي، طبعا كل ذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية كبيرة جدا بيشارك فيها الجانب الروسي مع الجانب المصري. يعني قبل أن تأتي هذه الطائرة إلى الغردقة صباح اليوم استبق عديد من الإجراءات على مستوى الجانبين المصري والروسي. يمكن كان الشهر الماضي هناك لجنة من روسيا، لجنة أمنية تابعة لوزارة النقل الروسية، وأيضا لجنة تابعة لوزارة الصحة الروسية للتأكد من مدى سلامة الإجراءات الاحترازية والأمنية والصحية للسياح، حتى أن هذه اللجنة متواجدة الآن أيضا في المطار، وهي التي تتعامل مع السياح الروس في تخليص الإجراءات، في أيضا وجودهم في صلاة الاستقبال وصلاة الوصول ومدى اتباعهم للإجراءات الاحترازية والوقائية من جانب الجانب الروسي أيضا للتأكد من مدى الالتزام. أيضا بعد قليل ستصل الطائرة الثانية الروسية قادمة من موسكو، يمكن بعد أقل من ربع ساعة من الآن سيكون أيضا في استقبالها المحافظ والقنصل الروسي في القاهرة، وأيضا مدير طبعا مطار الغردقة الدولي. خلينا نتكلم عن وجود 7 رحلات بين موسكو وروسيا من قبل هيئة الطيران المدنية، 4 رحلات للغردقة و3 رحلات لشرم الشيخ بصفة أسبوعيا.
عن طريق طبعا الطائرات الإيرباص التي تستوعب أكثر من 300 راكب في الرحلة الواحدة. إذن هناك جسر جوي ما بين موسكو وما بين مصر على خلفية عودة السياحة الروسية إلى مصر مرة أخرى. كل ده طبعا في التأكيد، في ظل تأكيد شديد جدا على الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية للسياح الروس، سواء السياح الروس أو غير السياح الروس في مطار الغردقة الدولي الذي يضرب أروع الأمثلة بهذه الإجراءات، في ظل طبعا وجود تأمين كامل، في ظل وجود شرطة السياحة وشرطة المواني. النهاردة كانوا موجودين في استقبال هذه الطائرة الروسية. خلينا نصف اليوم فعلا في المطار والأجواء هو يوم عيد حقيقي للسياحة المصرية بعودة السياحة الروسية التي طبعا تلعب دورا كبيرا في زيادة الدخل القومي وانتعاش الحركة السياحية لا سيما في المدن الساحلية زي الغردقة وشرم الشيخ. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا مراسل النيل محمد عبد الصبور، كنت معي على الهواء مباشرة عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك متابعا لهذا الحدث المفرح للجميع من مدينة الغردقة، وبالتأكيد متابعتنا على شاشة قناة النيل الأخبار مستمرة مع حضراتكم لهذا الحدث. طيب، نتحول لنشرتنا من جديد، حيث أظهرت تقديرات حكومية أولية أن اقتصاد السعودية نما 1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهو أول توسع منذ الجائحة بفضل نمو القطاع غير النفطي 10.1%. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السعودية 2.4% في العام الجاري بعد انكماش اقتصاد المملكة 4.1% في 2020 بسبب صدمة مزدوجة ناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط. أعلنت رئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر حكومته ببيع حصص في الشركات والبنوك الحكومية في إطار إصلاحات طال انتظارها في الدولة المنتجة للنفط، وتستهدف الإصلاحات خفض الاعتماد على النفط والغاز اللذين يمثلان 60% من ميزانية الجزائر و94% من مجمل إيرادات صادراتها. ولدى الجزائر 6 بنوك حكومية تحوز نحو 95% من مجمل الأصول المصرفية. إذن مشاهدينا، كانت هذه مستجدات ساحة الاقتصاد. أعود وألتقي بحضراتكم بعد قليل في نظرة على مستجدات الكرة والملاعب. ومن جديد إلى أحمد، إليك. شكرا جزيلا لك حنان، وأهلا بكم مجددا وإلى بقية أنبائنا. حذر خبراء المناخ في الأمم المتحدة من أن مناخ الأرض يتغير بوتيرة سريعة وقوية، مؤكدين أن دور البشر في تغير المناخ لا لبس فيه. وبحسب التقرير الذي صدر في ظل سيل من الكوارث العالمية، فإن درجة الحرارة في الكرة الأرضية سترتفع بمقدار 1.5 درجة مئوية قبل 10 سنوات مما كان متوقعا لها حدوث ذلك. وأضاف التقرير أن قدرة المحيطات والغابات على امتصاص الكربون تتراجع. من جانبه، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن التقرير يجب أن ينهي استخدام الوقود الإحفوري. تكافح السلطات التركية أسوأ حرائق غابات في تاريخها، ولا تزال 6 حرائق مشتعلة فيما تم إخلاء قريتين على الأقل في إقليم موغلا بجنوب غرب تركيا. وقد لقي 8 أشخاص حتفهم في الحرائق التي اجتاحت مناطق الساحل التركي المطل على البحر المتوسط وبحر إيجا على مدار 11 يوما، كما أحرقت 10000 من الأفدنة وأجبرت 1000 السكان والسائحين على مغادرة المنازل والفنادق. كما تكافح اليونان لليوم السابع على التوالي حرائق غابات أكبرها على جزيرة إيفيا قرب العاصمة أثينا، حيث فر 1000 السكان من منازلهم بحثا عن مكان آمن بعد أن لقي شخصان مصرعهما. حولت الحرائق في إيفيا وهي ثاني أكبر الجزر اليونانية، حولت 1000 الهكتارات إلى رماد، كما دمرت عددا كبيرا من المنازل. وأعلن حرس الحدود اليونانيون إجلاء حوالي 350 شخصا من الجزيرة، كما أكد مسؤول في جهاز الإطفاء أن الحرارة الناجمة عن الحرائق في إيفيا شديدة لدرجة أن المياه تتبخر من الخراطيم ومن الطائرات قبل وصولها إلى النيران.
نخرج إلى فاصل قصير آخر وبعده نتابع المزيد من الأخبار من أنبائنا بعد قليل. مدينة ناجازاكي اليابانية تحيي الذكرى 76 للقصف النووي الأمريكي. أهلا بكم مجددا، ومن جديد نعود إلى زميلة حنان عاطف. إليك شكرا لك حنان مرة أخرى، وأهلا بكم إلى بقية أنبائنا في هذه الساعة الإخبارية الشاملة. أحيت مدينة ناجازاكي اليابانية اليوم ذكرى القصف النووي الأمريكي الذي دمرها قبل 76 عاما، فيما دعا رئيس بلديتها المجتمع الدولي إلى تبني معاهدة جديدة لحظر انتشار الأسلحة النووية. مهما مرت السنين فلن ننساكم، رحيلكم سيظل مصدر إلهام لنا. رسالة أراد الشعب الياباني إيصالها إلى ضحايا القنبلة النووية التي سقطت على ناجازاكي في الذكرى 67 لقيام الولايات المتحدة بإسقاط القنبلة النووية، أقوى أسلحة الموت التي صنعتها يد الإنسان ودفعت اليابان ثمنها فادحا من أرواح فلذات أكبادها. المواطنون اجتمعوا للصلاة من أجل عالم خال من الحرب والأسلحة النووية، فيما ساد الصمت المدينة في تمام الساعة 11:02 صباحا بالتوقيت المحلي، وهو وقت انفجار القنبلة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 70,000 شخص في عام 1945، وتم تقليص عدد الحاضرين في حفل هذا العام إلى حوالي 500 شخص مع تباعد المقاعد والتزام معظم الحاضرين بلبس أقنعة الوجه الواقية بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا أكد في كلمته بهذه المناسبة أن بلاده ستعزز جهود المجتمع الدولي لنزع الأسلحة النووية خطوة بخطوة. الدستور الياباني يتمسك بمبدأ نبذ الحرب وإرساء السلام، ونحن نسعى إلى بناء منطقة خالية من الأسلحة النووية في شمال شرق آسيا، وهي خطوة بالغة الأهمية في اتجاه عالم خال من الأسلحة النووية. عمدة مدينة ناجازاكي من جانبه أعرب عن قلقه من أن الدول النووية تراجعت عن جهود نزع السلاح وأنها تقوم بتحديث الأسلحة النووية، مطالبا الولايات المتحدة وروسيا اللتين تمتلكان أكبر ترسانات الأسلحة النووية حتى الآن ببذل المزيد من أجل نزع السلاح النووي. يوجه نداء إلى قارة الدول التي تمتلك أسلحة نووية وتلك المنضوية تحت لوائها، مفاده أنهم يجب أن يواجهوا الحقيقة التي تقول إن التسابق من أجل امتلاك ذلك النوع من الأسلحة يجعل العالم مكانا أكثر خطرا. أرجو أن أرى تقدما في مجال نزع السلاح النووي من العالم. كان هجوم مدينة ناجازاكي قد وقع بعد 3 أيام من إسقاط نووية ألقتها مقاتلة أمريكية من طراز B-29 على مدينة هيروشيما في غرب اليابان، وأطلق عليها اسم فاتمان أو الرجل البدين. وأدى الهجوم النووي إلى نهاية مفاجئة للحرب في آسيا، إذ استسلمت اليابان للحلفاء في 14 أغسطس 1945. نذكر بأهم ما جاء بفترتنا الإخبارية من عناوين للأخبار. السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. تهيأ له. بعد توقف دام 6 سنوات، مصر تستقبل أول طائرتين قادمتين مباشرة من روسيا إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة. مصر تتسلم الدفعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكورونا. هذا ننهي هذه الساعة الإخبارية الشاملة، نرجو أن نكون قد وفقنا في الإلمام بجميع الأحداث المهمة في مختلف أنحاء العالم. للمزيد نذكركم دائما بموقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.